كفايه عليك مني. هي خبريه بس اوعك اوعك حدا يضرب قصه انه هي البطيخه الشكريه عم تشوفه لخالد قدام باب بيته. ولو خانوه انا ما بفتح تمي بكلمه. ايه انت فيك تتيسر هلا مني. ورده بلا ما نقوديه انا لازمني قرشين مشي حالي فيه قبل ما نتحاسب بكل شغل. ايه لكن 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 رح اعطيك دفعه وعلى كيفك كمان. يا ريت هلا. ايه شو صار لك؟ رح نجيب لك اياه هون. معناها كتريون فرد مرة. يلا. شامي. يك بني. النظمي شو اخباره؟ هاي بقيامته هو وعرفان بالله. ايوه يعني ما لازم نشق عليه. شو نشق عليه؟ يقعد يشك فينا ما في بالعاده نروح نزوره. قلتلك ايه بلا يقطع عمره هو وشق عليه. لانه انا بدي اطمن على عرفان. مو روحنا ابتهال ولزقناها فيه. بدي اعرف شو صاير معه. هو مسكر دكانته مشغول بالي يا زلمه. لقي سكروا قبره شبنا فيه؟ لقد روحنا انت عاصم؟ هيك قلتك؟ ايه هيك. امرك خلص مثل ما بدك. شو صار معهم هدول؟ طول بالك انت الثاني شباك.